اليوم جيت على مطعم اجنبي رح اطلب تشيز جارليك بريد، رح شوف كم قطعه بيجوا وادي حقي. صار لي ساعه بفتش بالمنيو مش عم لاقيها. بس سوري كنت اتاكد من شغله، التشيز جارليك بريد اللي مش موجوده على المنيو. طيب رح نطلبها وننطر الفاتوره بالاخر نشوف مالها سوربريز رح يطلع لنا. وهودي تشيز جارليك بريد يا شباب، 6 قطع ومثل ما عم نشوف 7250، 6 قطع تشيز جارليك بريد. نحن مرقنا على الفرن اشترينا 6 باجات صغار ب 1500 ليرة، بضل معنا 5750 نجيب باقي الاغراض. مرحبا. طلعت يا زلمة. تمام؟ ليك قديش وقية الموتزاريلا المبروشة؟ 2500. 2500، طيب برش لنا وقية ونص. يلا. بدي عجبك تعطيني علبة توم كبيرة. ايوه ميرسي حبيبي. لكن 1500 الباجات، 3750 الجبنة و1500 التوم، بتطلع حسابنا 6750، بضل عندنا 500 ليرة رح نحسبهم حق الأوريجانو. الباجات، الموتزاريلا، التوم ورشة الأوريجانو صاروا جاهزين لأطيب تشيز جارليك بريد. مثل ما شايفين بعيونكم ب 7250 حق 6 قطع تشيز جارليك بريد، عملنا 5 صحون بكل صحن في 6 قطع 30 قطعة تشيز جارليك بريد. وين الشباب؟ ما حدا حياكل؟ وينكم يا شباب؟ وين رحتوا؟ يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم.